مرحبا بك عبر قناة شوف تيفي. مرحبا بكم جميعا في مصر الحبيبة. أنت في كأس إفريقيا، من المنتخب العربي الذي تشجع؟ والله أنا أتمنى في هذه البطولة التوفيق لجميع المنتخبات العربية، وأستثني وأحب أن يلعب على النهاية المنتخب المصري والمنتخب المغربي، ولكن أنا أرى أن حظوظ المنتخب المغربي في هذه البطولة هي الأوفر، ولكن المنتخب المصري لديه الأرض والجمهور، والجمهور المصري جمهور عظيم جدا، فأتوقع أتمنى حصول المنتخب المصري، ولكن أتوقعها مغربية. أنت مصري؟ لا، أنا من المملكة العربية السعودية، وعايش في المملكة العربية السعودية، وجيت إلى مصر هنا لقضاء الإجازة والعلاج، وبالمرة نشوف البطولة الأفريقية. بما أنك سعودي، كيف ترى أداء اللاعبين المغاربة المحترفين بالدوري السعودي؟ رائعين جدا. هناك اللاعب حمد الله واللاعب مرابط يلعبون بنادي النصر السعودي، خرافيين. نعم، هنا اللاعبين هذا اللاعبين جعلوا من النصر نادي عظيم، حصل فيه على أغلى بطولة لهذا الموسم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، وكذلك هم لديهم استحقاق آخر، بطولة الأسيوية مع نادي النصر. لاعبين، ولكني أنا زعلت كثيرا عندما علمت بمغادرة اللاعب حمد الله على المنتخب المغربي، لأنه إضافة قوية جدا جدا جدا، وسيساهم مع المنتخب المغربي في هذه البطولة والبطولات القادمة، ولكن لا أعرف ما هي الأسباب، وهذه خاصة شيء بالمنتخب المغربي، ولا نحب نتدخل في الحوارات، لأن جميع ما يذكر في وسائل الإعلام أو كثير ما يذكر في وسائل الإعلام ممكن يكون حقيقة وممكن يكون شيئا مزيفا على اللاعبين. نتمنى لجميع المنتخبات العربية في هذه البطولة التوفيق، وكذلك المنتخب المغربي أتمنى له أن يكون اللاعبين كأسرة واحدة بلا خلافات بلا نزاع، وإن شاء الله أنا أقول فالهم البطولة، وهذا الشيء هو ما أتوقع. المشكلة اللي حصلت في المنتخب المغربي على حسب ما وصلنا من وسائل الإعلام، حصلت بين اللاعب حمد الله واللاعب فيصل فجر. اللاعب حمد الله قريب منا ونعرفه أنه لاعب خلوق جدا، واللاعب فيصل فجر ولا أعرف عنه شيئا، ولكن هناك خسارة عظمى بهذا سوء الفهم الذي حصل بينهما، ونحن بالعاطفة نحب حمد الله ونتمنى رجوعه، ونقول فالكم إن شاء الله البطولة. هناك لاعب مغربي كان يلعب في الاتحاد، أحمد الباجة، تتذكر أحمد الباجة؟ ومن من الجمهور السعودي والشعب السعودي العاشق للكرة القدم لا يتذكر هذا اللاعب؟ هذا اللاعب أعجوبة ذلك العصر، مارادونا العرب في وقته، بيليه في وقته، حقق ما لم يحققه أي لاعب مغربي وفي هذا في ذاك الزمن في الدوري السعودي. أحمد بهجة لاعب عظيم جدا، عظيم عظيم عظيم. كيف ترى يعني أداء المنتخبات العربية وخاصة المغرب في كأس إفريقيا، وهل تتوقع أن يتوج المغرب بطلا لكان مصر؟ أتمنى لجميع المنتخبات العربية التوفيق، ولكني أرى الأوفر حظا المنتخب المغربي، لديه عناصر ممتازة، لديه إدارة جيدة، مدير فني ممتاز، أتوقع والعلم عند الله أنه سوف يلعب المنتخب المغربي والمنتخب المصري في النهائي إن لم يتقابلوا قبلها، وأتوقع حظوظه قوية جدا في النهائي، لديه عناصر ممتازة. في الأخير يعني ماذا تعرف عن المغرب كثقافة كرياضة ككل شيء، يعني الأشياء التي تعرفها أنت عن المغرب؟ المغرب بلد جميلة، حكومة ملكية، شعب طيب ترحاب، بلد جميل خلاب بمعنى الكلمة، كوجهة سياحية للعرب والأجانب، بلد إذا كان أهله ترحابيون، يعني يرحبون دائما بالضيوف، فماذا بعد ذلك؟ شكرا جزيلا لك.